فهمت؟ اما في نفس الوقت كي نبدا في الشارع يتصوروا معايا الموت عليهم جد افانتي افانتي دبرم الحاجات هذوما نجله دبرم بسم الله عليك دبرم شينا خير اقول لك يسلموا عليا يبوسوني ملاش ندبرم بربي ما احليهم وطلبتني وحده من بعد الباساج عروسة ديجا أنا قلت عليها في الموزايك طلبتني عروسة عايشك ربي فضلك تطلب منك طلب تفضل قلت لها تفضل قالت لي بربي إجيني بنفس اللبسة متاع فكرة سامي وكان نمرويا بالضبط كنت في قمرت في صالة كان نمرويا نص الليل قدمت لي الوقت متاعي قالت لي خاطر وقتها بريود امتحانات والكل وهما من بقعة بعيدة مثلا من بقعة بعيدة قالت لي العباد جايين يحبوا يشوفوا ونسى اللي فرحوا بيا ما نقولكش حكيت عليها وهبطت شوية من الفيديو هذيك هبطت على الانستغرام تاعي يعني عرشنا ومشيت كمان باللبسة هذيك وكل وافقت العروسة مخلصتني تلتزم لي نحييك على التزامك لا برافو عليك هكا. لا برافو عليك أوكي المرة الجاية نطلب نختاروا الحاجات اللي تحضر بها انت ماكش تخلص فيا كمل